في الجزائر، أمرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية بإيداع الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي الحبس الاحتياطي، حيث يتابع في قضايا تعود لسنوات تتعلق بالفساد المالي والإداري. وبعد أن وجهت إليه تهم عديدة تتعلق بإدارة بعض المشاريع والأنشطة وبمجموعة من الصفقات التي منحها الوزير الأول الأسبق بطرق ملتوية أو عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية والمعايير اللازمة في إنجاز تلك المشاريع التي طالها الغش، إضافة إلى أمور تخص نهب العقار وتحويل وجهته بطرق مخالفة للقانون. ويعد بدوي ثالث وزير أول جزائري من عهد الرئيس بوتفليقة يتابع في قضايا مشابهة.